ما في ولا مكالمة. يلا مليشكا، اللي زمان عم دق لك وانت ما دقيتي لي ولا مرة. شو لازم اعمل؟ كيف بدي احكي مع مليشكا؟ خليني دق لها. يلا مليشكا ردي علي، ردي. كيف بتقول انها بتحبني؟ طريقة حكيها مو كأنها بتفهم علي. ما انا عم تدق لي وهي ما عم ترد علي كمان. هي بتعرف شو بصير فيني اذا ما بحكي معها انا. لو سمحتي مليشكا حاولي انك تفهمي. كيف ما عم تفهمي هيك شغله؟ الماما دقت لي لهيك انجبرت ارجع. اللي عملته لانه ماما طلبت مني هذا الشيء. مو معقول مليشكا. شو لازم اعمل؟ مو انا اللي خبرتها للاكشمي، هي اللي قالت لي انها شافت صورتك مع بنت تانية على الانترنت. لهيك قاري شي. صدقني هاي البنت كتير ذكيه. انت مانك مصدقني صح؟ فيك تروح تسالها بنفسك. هي قالت لي انها شافتك بالافتتاح مع بنت لابسه فستان اصفر. تاكد اذا بتفتح عيونك ريشي رح تعرف مين هو اللي عم يمثل بيناتنا ومين اللي عم يخبي اسرار ورا وشه البريء. شو مخبي عني؟ نفس اللي مخبي عني. برأيك مين لازم يعصب، انتي ولا هو؟ ماما انا بعرف كل شي صار معكم. انتي كنتي عم بتعيطي بصوت عالي وانا سمعت كل شي. شو يعني؟ يعني ما كان لازم تتقاتلي مع ريشي بهي الطريقة. ماما انا ما عملت شي غلط معه. انتي قلتي له يروح من البيت وهلا عم بتقولي انك ما عملتي شي معه وانك ما عملتي شي غلط. مليشكا هاد بيكون حبيبك ريشي، حبيبك اللي كرمالك. مو كرمالي انا ماما، هلا كل شيء بيعمله كرمال لاكشمي وهي هي المشكله. طيب شو معناته هذا الحكي؟ الخناقات رح تحل كل هي المشاكل؟ مو مهم اذا انحلت ولا لا، ما بيهمني، بس متاكده انه الموقف رح يعمل كثير مشاكل، لاني متاكده انه هي الخناقه رح تخلي ريشي ما عاد يصدق لاكشمي ابدا. انا ضحكت عليه وقلت له انه لاكشمي عم تدور وراه وعم تمثل انه مرته المنيحه والكنه المثاليه، بس كله تمثيل. هذا يعني انه مليشكا كان معها حق. انا شو هذا اللي عملته؟ وبرأيك هذا اللي رح يعمله؟ أنا بعرف ريشي كتير منيح ماما، بعرفه أكتر من حالي كمان، لهيك متأكدة إنه هذا اللي رح يعمله، رح يعمل مثل ما قلت لك. وشو رح يصير بعدها؟ ما سمعتيني؟ بأكد لك ريشي ولاكشمي رح يتخانقوا خناقة كبيرة. أنا متضايق من حالي.